ماشي. بقول لحضرتك سؤال يخص المواريث، ماشي يخص الصلاة. اتفضل. السؤال الأول بخصوص الصلاة، لو أنا دخلت وصلت السنة والإمام بدأ، أقام الصلاة والإمام بدأ، أكمل صلاة السنة المفروضة أطلع؟ إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة السنة أكمل صلاة السنة لقول ربنا سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيعني لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. فهمت يا إسلام؟ أنت فهمت؟ أيوة إن الحديث مش في محل السؤال بتاعي ده. أيوة. أنا هكمل صلاة السنة عادي. ماشي. طب كيف تشرح الحديث؟ مش ما معنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذن؟ ها؟ إن ما ابدأش في أي صلاة إلا بقى مع الإمام، يعني ما أخليش أي صلاة بقى إلا بتاعة الإمام. ماشي أحسنت. لا شروع في صلاة. أيوه. أيوه.